أجواء رائعة صنعها لاعبو جمعية وهران عقب إعلان الحكم عن نهاية اللقاء، بعدما قلبوا الطاولة على فريق أهل البرج وعادوا بالزاد كاملا إلى وهران. ورغم أن أبناء بيرة كانوا السباقين للوصول إلى شباك جمعية وهران في بداية الشوط الأول، وبالضبط في الدقيقة 26 عن طريق بن عاشور بعدما استغل جيدا تمرير الدودي، هدف ظن الجميع أنه سيكون مفتاح لضمان النقاط الثلاث بالبرج في ظل الفرص الضائعة خاصة في المرحلة الثانية، بعدما حرم القائم الأيمن البديل بخاري من مضاعفة النتيجة. بخاري مرة أخرى يضيع بعدما وجد نفسه وجها لوجه أمام شباك شاغرة، كرته تخطئ المرمى. بعدها أجرى المدرب بن شادي تغييرات أتت بأكلها بعدما تراجع الأهلي إلى الخلف تاركا المبادرة للجمعية التي وإن حرمها الحارس مداح في هذه اللقطة من تعديل النتيجة، إلا أنه لم يتمكن من رد تسديدة بدقة مباشرة بعد الركنية، كان ذلك في الدقيقة 82. هدف أربك أصحاب الأرض الذين خرجوا نحو الهجوم، عسى أن يضيف الهدف الثاني ويريح الأنصار الذين حضروا بقوة، لكن العكس حدث وفي هجمة معاكسة البديل عامر يستغل سوء تفاهم بين المدافع والحارس ويضع الكرة في الشبك ممضيا بذلك الهدف الثاني ومانحا الفوز للجمعية التي يبعدها ولو لحين هذا الفوز عن منطقة الخطر، فيما على أهل البرج التدارك سريعا إن أراد مواصلة حلم الصعود.